ما ذنبوا هذا الشباب؟ صار في عيد الذئاب، جيل حاله ضياع يعاني كل العذاب. It's like we all know what's going down but no one's saying shit. What happened to the home of the brave? ينتظر الجن منتظر دوم سخ يا طارق سين يا مهدينا نصرح مدد مهد جوهر ما تدين حدث ولا حرج عن مسلم انت اسلم تراه لا يصلي فقل لي كيف يرحم تراه لا يزكي فقل لي كيف ينعم فقل لي كيف يكرم من رب. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله. الراب هذه الكلمة التي ارتبطت بالأغاني الأمريكية، فرع من فروع الهيب هوب، اكتشفت من قبل الأمريكان الأفارقة منذ سبعينات ذاك القرن الماضي، وانتشرت أكثر وظهرت في تسعينيات القرن الماضي. بدايته في جامايكا، بعدين انتشر إلى أمريكا، انتشر إلى الولايات الأمريكية. الراب فن غنائي ظهر بأوروبا وانتشر بالشرق الأوسط للأسف طبعاً. الراب ألحان جديدة ومغايرة عن الساحة هسه، وغاني يعني في الشيح العراقي. أهو الرقص وأحب الرقص، فأعتبر الرقص بثلاث إبداعات فنية، هي الرياضة والحركات التوافقية والتناغم الموسيقي والتناغم الصوتي. يعني مرات أكو تنقل إنه بصورة صحيحة ومرات تنقل بصورة خطأ، يعني للأسف هنا أنا مو كل شيء ينقل من برا بصورة صحيحة، هذا الشيء غلط. القرآن الكريم فات كتاب مقدس، ما تقدر تغني بيه بهالشيء غناء، لأن هو يعتبر فن من فنون الغناء، ما تقدر تغني القرآن الكريم. لا ميسر، القرآن له قراءته الخاصة. أستغفر الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ورتل القرآن ترتيلا. الراب مسألة دخيلة على العراق، حسينيات بالراب، أتصور هو هم تابع للدخيل، يعني خلينا نقول عميل إلهم. أكيد عندي اعتراض، يعني الطور ما مقبول، يعني طريقة الراب ما يصير، ما مقبول يعني. خطأ، يعني أكبر خطأ هو واحد يخلي هالنوع من أنواع الأغاني عن طريق الأطميات أو القصيدة. كيف مقنعه هو الحسين؟ كيف مقنعه هو هذا صنيعة السماء ابن خير الناس أمه وأبا يقرأ بهاي الطريقة؟ لا طبعا أكو اعتراض، يعني قلت لك راح الهيبة الحسينية كلها راح تقل. أكيد أكو اعتراض، ومو بس أنا، هواي راح يعترضون. قصائد الحسينية عدا الطريقة النجفية الأصيلة وعدا الطريقة الكربلائية الأصيلة غير هذا لا. موسيقى الراب هو عنصر أساسي في الهيب هوب، ولكن هذه الظاهرة كانت موجودة قبل ثقافة الهيب هوب بعقود. يمكن إلقاء الراب بوجود الإيقاع أو بدونه بما يعرف بالفريستايل، أي المظهر الحر. وبشكل عام فإن صوت المغني أو المغنية ليس هو المعيار، إنما نبضات الموسيقى نفسها وكلمات الأغاني. توصل باحثون من جامعة نيويورك الأمريكية إلى أن الأشخاص الذين تظهر عليهم سمات الاضطراب النفسي يفضلون سماع أغاني الراب، بل عدت أغاني الراب علامة للتنبؤ لظهور اضطراب لدى الفئة المستمعة له. واهتم الباحثون بفحص الطريقة التي ترتبط بها تفضيلات الأشخاص الموسيقية مع ميولهم النفسية، وتوصلوا للنتيجة السابق ذكرها بعد فحصهم 200 شخص عقب انتهائهم من سماع 260 أغنية وتحليل شخصيتهم من الناحية النفسية. باتفاق الجميع أن الراب نوع من أنواع الغناء، يعني ما عندنا شيء اسمه غناء إسلامي وغناء غير إسلامي. أسا ربما يسأل البعض يقول أكو بعض المجالس الأطوار اللي جاي تقرأ بها القصائد الحسينية ومشاكل ذلك، أطوار سريعة وربما تقترب إلى بعض المجالس التي ترتبط باللهو والطرب. نقول الحكم واضح، أول قضية لا يمكن لنا أن نعالج الخطأ بالخطأ، والنقطة الثانية من يخرج عن جادة الطريق في أداء الأطوار الحسينية فهو في محل إشكال لا محالة. السؤال، هل يجوز سماع أو التغني بذكر أهل البيت عليهم السلام ولكن باستعمال آلات الطرب سواء في الأعراس أو غيرها؟ الجواب، الغناء حرام، ومثله قراءة مدائح أهل البيت عليهم السلام بالألحان الغنائية على الأحوط وجوبا. ليش نربط الراب بقضية الإمام الحسين سلام الله عليه؟ وهل هنالك فجوة ما بين المنبر الحسيني وما بين القصائد التي تتلى وتقرأ وشبابنا في هذا اليوم الحاضر؟ أيضا قضية أخرى ربما تساؤل، هل الراب رائج في المجتمع العراقي؟
هل فتحنا العيون على موضوع يدعى بالراب في القصائد الحسينية القديمة؟ في نفس الوقت للي ينظر إلى الراب راح يعرف أن هذه الفكرة لم تكن وليدة اللحظة كما يقال، إنما أعد لها وهيئ لها، وأيضا هنالك كوادر وأعلام وأهداف عديدة لإنجاح هذه المهمة. ضرب الشعائر الدينية وبالخصوص الشعائر الحسينية، وفي ذلك دعم لمشاريع النواصب تجاه التشيع، فقدان المعنى الحقيقي لإحياء الشعائر الدينية من خلال الكلمة المفهومة والربط بالروايات الصادرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، قطع العلاقة بين العبرة والعبرة في هذه الأعمال، فكل التركيز يكون على الإيقاع والحركة بدلا من الكلمة والموعظة، إدخال الفوضى في فكر المجتمع من خلال اعتماد أكثر الأطوار علاقة بالصخب والاضطراب العقلي، ما يسهم لتسخيرهم لأي مشروع مستقبلي، فتح باب جديد لإيلاج الغزو الثقافي في مجتمعنا رغم كل ما يعاني هذا المجتمع من أصناف الغزو، خلق الاستهانة والتهوين بالشعيرة الحسينية، وإنهاء طابع الحزن الموصى به شرعاً. بعد أن شاهدنا وياكم هذه الحلقة قصيرة الدقائق ولكن كبيرة المعنى، خلونا ننتقل وياكم إلى رأي المراجع العظام بخصوص الغناء وكيفية وضع القواعد الصحيحة للسير عليها والوصول إلى جادة الصواب بما يرضي النبي ثم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن أنا أودعكم الآن وأترككم مع رأي العلماء. من المعروف لغة وفقها إن العزاء ينبغي أن يتضمن معنى المواساة من الحزن والرثاء للميت بما يرضي الله عز وجل، وعدم تضمينه معنى محرم من معاني اللهو والعبث والغناء، فقد أجمع فقهاء الطائفة الإمامية أعزهم الله على حرمة استعمال آلات اللهو والغناء في المراث الحسينية والشعائر بشكل واضح وصريح، فكل ما يعد عرفا إنه آلة من آلات اللهو أو إنه غناء عرفا فهو يحرم استعماله في هذه الشعائر. وعندما نرجع إلى تعريف الراب وكيفية نظرة العرف له نجدهم يعدونه بشكل واضح وصريح أنه نوع من أنواع الغناء، والراب نوع من أنواع الغناء وأحد فروع ثقافة الهيب هوب الرئيسية، وعليه بعد هذا الصدق العرفي للغناء على الراب وطريقته يحرم الاستعانة به في أداء الشعائر الحسينية وغيرها من شعائر أهل البيت عليهم السلام، سواء كانت من المواليد أم الأعياد أم غيرها، لكونه نوعا من أنواع الغناء والغناء محرم شرعاً.